مرحبا شباب، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. موضوع حلقتنا اليوم عن موقع بي تي سي كليك، اللي هو عباره عن موقع لمشاهده الاعلانات، لكن بيعطيك بيتكوين او ساتوشي، بما معناه بدل انه يعطيك دولار بيعطيك ساتوشي. تمام شباب، يعني فكره الموقع هي عباره عن اعلانات، بيعطيك بدل الدولارات بيعطيك عمله الساتوشي، اللي هي عمله البيتكوين اللي بتعمل فيها اغلب الاشخاص اللي بيشتغلوا في العملات. الموقع رائع كتير كتير وسهل، ما بيغلب، وطريقه التسجيل فيه سهله كتير كتير. راح ابلش معكم ان شاء الله، انا اول حلقه لي في هذا الموقع، ولما ارقي للمراحل الجايه ان شاء الله راح اعمل فيديوهات وافرجيكم الارباح، لانه طريقه عمله نفس طريقه عمل النيو بوكس، لكن في شويه اختلافات طبعا، والبدايه فيه بسيطه كتير كتير كتير. نبلش في الشرح. اول شيء بخصوص السينج اب، انت اول ما تفتح بتجيك الصفحه هاي، بامكانك تروح على سينج اب هون. كل اللي بتعمله بشكل بسيط، بتضغط ايميلك هون وبتحل كود الكابتشا، بتضغط سينج اب، بتروح على الايميل بتلاقي رساله من عندهم وصلت عليها رابط صغير مكتوب عليه فيريفايد، بتضغط عليه وتلقائي بيتم تاكيد حسابك وبتعمل لوج ان. بعد ما تعمل لوج ان تلقائي بتجيك الصفحه هاي، بتضغط ايميلك والباسورد اللي عندك وبتعمل لوج ان، بتدخل على الحساب. بعد ما تدخل على الحساب الخاص فيك انت بتجيك الصفحه مثل هاي. طبعا في اثبات صح للموقع، فرجيكم اياه هلا. نجي شرح سريع على الايقونات هاي. اول شيء داشبورد، اللي هي لوحه القياده، تعطيك التفاصيل كامله عن الحساب الخاص فيك، اللي هو ادي كليك، قديش الضغطات اللي ضغطتها، التوتال ويذراود، السحوبات اللي انت سحبتها، البالانس اللي هو الارباح اللي انت ربحتها، البير كاش اللي هو البالانس اللي انت اودعت من المبلغ، شو اودعت مبلغ في الحساب، والمنبر اكسباير اللي هي تاريخ الانتهاء الترقية الخاصة فيك، اللي هي المنبر اللي هي البريميوم، احنا ستاندر هلا، هذه بريميوم. ان شاء الله لما نرقي لبريميوم راح افرجيكم، بيعطيك تاريخ انتهائها. تمام شباب، تجي هون عندك الدايركت ريفرال اللي هو الريفرال الخاص فيك، بامكانك تستخدم رابط الريفرال الخاص فيك من هون، افليت هلا بنصله، ودايركت ريفرال بقول لك كم شخص من الريفرال اللي عندك سوى كليك وضغط على في الموقع على الاعلانات. هذا الدايركت ريفرال الكليك الضغطات. هون الرنت ريفرال اللي هو الريفرال اللي انت بتستاجره، وهون الرنت ريفرال كليك اللي هو ضغطات الريفرال اللي عندك. تمام، الايقونه هاي لشراء الريفرال، بامكانك تشتري ريفرال فيها. بخصوص الويذراود، بامكانك تضغط على الويذراود، ايقونه الويذراود طبعا مبين لك السحوبات اللي انت سحبتها خلال تعاملك في الموقع. سامحونا النت بطيء شويه. اوكي، هون بخصوص الويذراود السحوبات اللي انت سحبتها، سوري، هون بقول لك انه انت اذا بدك تسحب، طبعا اقل سحب عندك اللي هو عباره عن 10000 ساتوشي، يعني مبلغ كتير قليل بامكانك تسحبه بكل سهوله على حسابك، بتضغط ويذراود اذا كان عندك موجود المبلغ. انا لسه مش مجمع، بامكاني اني اسحب. اوكي، بخصوص الريفرال عندك هون ثلاث ايقونات، رنتد ريفرال، رنتد ريفرال انك انت تستاجر ريفرال، طبعا اجمل ما فيه انه سعره قليل جدا، يعني انت بامكانك تختار مده الريفرال بدك اياها 30 يوم. طبعا سعر الريفرال في اليوم 540 ساتوشي، يعني كلام كتير كتير قليل. هون طبعا بيعطيك قديش في ريفرال، اذا في ريفرال او لا. طبعا بامكانك تشتري ريفرال، بيعطيك المده الوقت، بقول لك انه بعد 5 ساعات و12 دقيقه بكون متواجد في ريفرال بتقدر تشتري. طريقه الشراء بسيطه كتير كتير، بتكون انت مودع في المبلغ، مودع مبلغ بيتكوين، بامكانك تشتري بكل بساطه، وبتضغط بتحل كود الكابتشا وتضغط باي ناو. تمام شباب، بخصوص الرنتد ريفرال اللي هو الاشخاص اللي عندك، طبعا اذا في عندك اشخاص بكونوا موجودين هون انت شاريهم. الدايركت ريفرال شباب اللي هو الريفرال اللي انت اجوا عن طريق رابط الاحاله الخاص فيك. تمام، بخصوص البريميوم منبر اللي هي الترقيه، سعر الترقيه قليل جدا، يعني انت بتحكي عن 90 يوم بيعطيك بحدود ال 3 دولار. تمام، يعني نيجي نحسبها على الحاسبه اللي انت تكونوا وصلتكم الصوره. بخصوص مثلا 90 يوم ما يقارب 0.00972، تحكي عن 6 دولار انت بترقي حسابك. شو فايدة الترقية؟ فايدة الترقية انه انت بصير عندك الارباح دبل، يعني انه بتاخد ارباحك دبل زي ما هو شارح في الموقع، نترجم لكم اياها. شراء العضوية المميزة سوف مضاعفة كل نقرة على الاعلانات المكافأة الخاصة بالاحالات، يعني انت بتستفيد من الاحالات الخاصة في كانت دايركت اللي هي الخاصة عن طريق الرابط، او اللي انت اشتريتها، كله بصير دبل عندك في الارباح. تمام، هذا بخصوص انك انت ترقي حسابك لمده 90 يوم بقيمه 6 دولار، يعني مبلغ كثير كثير بسيط. تمام، وعندك هون يعني حد 19 دولار بامكانك ترقيه لمده 360 يوم. تمام شباب، بخصوص الهيستوري اللي هيستوري في الدفع وهيستوري في السحب،
وهيستوري في البروش اللي هي التحويلات. نيجي اول شيء للايداع، طبعا اذا انت اودعت مصاري، انا لسه ما اودعت، حساب جديد موجود هون بيعطيك الرابط هذا اللي انت تودع فيه، بامكانك تسحب وتودع في مبالغ عن طريق المحفظه الخاصه فيك. واللي ما بيعرف كيف طريقه الايداع والسحوبات، في شروحات موجوده راح تلاقوها بالوصف بامكانك تشوفوها. تمام، بخصوص الويذراو انا سحبت منه 3 مرات ودفع ما في اي مشكله. انا تركت الموقع فتره وعدت رجعت له لانه اكتشفت فيه شغلات كثير مميزه، المبالغ اللي بيحكي فيها والعمل اللي بيحكي فيه يعني كثير كثير رائع وسهل وكثير مش صعب. يعني بتحكي عمالك انت عشان تشتري 500 ريفرال لمده 30 يوم ما يقارب 51 شيكل 51 دولار. بروشرز اللي هي عبارة عن التحويلات اللي صارت من عندك، الله العليم ما بتمنى كتير. بخصوص رابط الرفع الخاص فيك وشباب، بإمكانك تاخذوه من هون بكل سهولة، تقدر تدخل وتاخذه منكم. بإمكانك تعلن على حسابك في الفيسبوك أو على حسابك في تويتر اللي يجيك أشخاص عن طريق الرابط فيك، يعني تعمل بوست إعلان ما عليه غير تضغط فقط على أيقونة الفيس وأيقونة الشير لتويتر وبعلن. أكاونت ديتيلز اللي هي شباب يعني تفاصيل الحساب الخاص فيك، مش فقط هي لتغيير كلمة السر، يعني بحط لك الإيميل اللي هو زي ما انتم شايفين، وإذا بدك تغير كلمة السر. الموقع تعامله سهل كثير كثير ما بتتغلب. طريقة العمل فيه، أول شيء بتيجي هون على السورف أدز اللي هي مشاهدة الإعلانات. مثلا أنا ضغطت عندي كان إعلانين، بضغط هون بقول لك الإعلان بيكلف مدته 10 ثواني تكلفته 45 ساتوشي، تضغط عليها. طبعا انا عشان داخل اللي زمان ما دخلت عليه، فتلقائي تلاقي الاعلانات قليله. انا كان يجيني اعلانات قيمه فوق ال 200 و250 ساتوشي للمعلن، يعني الاشخاص اللي بتعلن. طبعا بعد ما تضغط عليه بتحل فقط الرقم، عندك 11 ناقص 8 بكل بساطه تقدر تحط 3، تضغط اوكي انا ربحت 45 ساتوشي بكل بساطه ما بتتغلب. طبعا هون 10 سكند بيجيك شيء امرات في 60 ثانيه بس بكون المبلغ اكبر من 45 ساتوشي. للعلم بالشيء شباب عشان انتم تكونوا عارفين، اول ما تدخلوا الموقع بكون بالطريقه اللي هي هاي، انه MBTC يعني اللي هي بيتكوين، لكن بطريقه اخرى بتكون بنظام اخر خوارزميه اخرى، انه انت بتلاقي المبلغ كبير فبتقول انه مبلغ كبير. لا، انت بدك تكون عارف انه عشان انت ما تتوه وتغلط بامكانك تنزل على اخر الصفحه وتضغط هون وتضغط على بيتكوين اللي الارباح تكون مفهومه عندك. تمام، اللي بيتوه في الارباح وبلاقي الاغلى، يعني في بعض التمويه بكون في العمل انه بكون هذا المبلغ هيك، فانت بتتفاجئ انه ارباح كبيره، يعني بتحكي عن 5 مليون وهو فعليا عباره عن 5000 ساتوشي ليس الا. تمام شباب، بخصوص الادفرتايز يعني انه انت بدك تعلن في الموقع، بتضغط ايميلك وبتحط الرابط الريفرال الخاص فيك او اي موقع عندك تعلن عنه، وبتضغط الديسكربشن الوصف تبع الموقع، بتختار كميه الكليكات انت قديش بتضغط، وبتختار المده زي ما شفت، احنا شفنا مده كلفتنا 45 ساتوشي. هون تختار المده اللي بدك اياها، يعني في اشخاص بيختاروا مده 200 ثانيه فالارباح بتكون عاليه والاسعار بتكون عاليه عليه. تمام، فانت لما تضغط على 10 ثواني هو بياخذ منك 180 181 ساتوشي تلقائي ال 1000 كليك بيكون سعرهم ما يقارب ال 181000 ساتوشي. اذا حابب تعلن في الموقع طبعا بامكانك تعمل تحل كود الكابتشا وبكون كل يعني الايميل الخاص فيك بالوصف بتكون حاله وبتضغط سبميت تلقائي بنزل اعلان في الموقع. بخصوص الهلب شباب يعني هو بيعطيك بعض التفاصيل للي بحب يستفسر شو الارباح اللي بيربحها. نيجي هون احنا في بخصوص الهلب، لو احنا مثلا كنا بريميوم تمام، زي ما قلت لكم البريميوم بامكانك تشتري من 90 يوم ل 350 يوم. انت بريميوم وعندك 50 ريفرال والضغطات ما يقارب العشرة تمام، بتربح يوميا ما يقارب ال 50000 20 ساتوشي. تمام، في الشهر بيطلع ارباحك على قد. طبعا الضغطات زي ما انتم عارفين مش كل الشباب، مش كل الاشخاص اللي انت بتستاجرهم بيضغطوا، وما في ريسايكلكس انه فيش انه انت تجدد الريفرال زي ما في نيو بوكس، فانت اللي بتشتري بضل موجود عندك لمده 30 يوم. تمام شباب، هذه فكره الموقع، يعني انت بامكانك انه ب 50 او مثلا انا ان شاء الله لما ابلش اشتغل فيه راح احاول اشتري 500 اللي تكون ارباحي ما يقارب ال 480000 ساتوشي. فكره الموقع بسيطه ما بتكلفك كثير للي معني يشتغل فيها، يعني اللي معني انه يربح منها ويشتغل فيها ما بتكلفك كثير، لانه انت لما تيجي تعمل دوبل هون انه ترقع حسابك اللي يصير كل شيء عندك دبل في مشاهده الاعلانات وضغط الاصدقاء عندك على في الموقع، كل شيء بصير عندك دبل. فنجي نضغط على بريميوم، بس انا بدي اشي زي ما قلت لكم 90 يوم
بإمكانك تشتريهم بقيمة 6 دولار، يعني مش مبلغ كبير. أنت هيك رقيت حسابك. أنت لو بدك تشتري ريفرال تيجي على رنت ريفرال، تختار 30 يوم 15 يوم اللي أنت بريحك، بدك تكون عارف إنه على اليوم 540 ساتوشي، تمام؟ يعني أنا مثلا نيجي نحسب على 30 يوم، عندك أنت 540 ساتوشي ضرب 30 يوم بيطلعوا 16200 ساتوشي. لو انت استأجرت 500 ريفرال بدك تضربهم ضرب 500 بيشتغلوا عندك شهر كامل، تحكي عن 8 مليون ساتوشي، تمام؟ 8 مليون و100 الف. نيجي هون نضغط 8 مليون و100 الف، تشوف قديش المبلغ. تحكي عن 52 دولار. بتعرف شو معناته انه انت عندك 500 ريفرال بيضغطوا؟ يعني انت كل اللي راح تصرفه على الموقع فقط 60 دولار، والدخل راح يكون كبير. انا راح ان شاء الله ابلش شغل فيه. انا شرحت لكم الموقع لتكون وصلتكم الفكره، رابط الموقع راح تلاقوه بالوصف. اي استفسار انا جاهز، بامكانك تكون ستاندر وتضغط. اللي بيحب يشاركني في الفكره والعمل اهلا وسهلا فيه، بامكانه يضغط ويشوف الارباح اللي بتجي. يعني انا قلت لكم بخصوص انه السحب فيه سهل كتير كتير، بامكانك تجمع بكل بساطه 10000 ساتوشي وتسحبهم بكل بساطه بدون ما تتغلب. يعني الحد الادنى في السحب فيه 10000 ساتوشي. يعني انت لو كل يوم دخلت وضغطت على السورف اد بامكانك تشاهد ما يقارب من 50 و60 اعلان بكل بساطه، بتشاهدهم وبتربح مبلغ كبير كبير. يعني لما يكون عندك 60 اعلان او 100 اعلان في 45، هاي 4500 خلال يومين بامكانك تشاهدهم وبكل بساطه ما تتغلب فيه. ففكره الموقع شباب كثير كثير حلوه، ما بتغلبك، ما بتاخذ من وقتك كثير. واتمنى يا رب شرح يكون واضح ومفهوم، واللي بحب يشارك زي ما قلت لكم رابط الموقع راح تلاقوه بالوصف. واتمنى يا رب التوفيق للجميع، ولقاء اخر ان شاء الله.